يا مساء الفل، اهلا بكم في حلقه جديده من مطبخ لايف على نايل لايف. النهارده طبعا احنا كل سنه والامه الاسلاميه كلها طيبه، قربنا على عيد الاضحى، نريح نفسنا شويه، نريح معدتنا شويه عشان اللي بناكله في العيد. فاحنا لو تاخدوا بالكم من الاسبوع اللي فات انا مهديه الشغل شويه بحيث ان انا يبقى في اشتياق للحوم والاصناف الثقيله والمعده تبدا تستقبلها كده وما تبقاش الدنيا فيها ارهاق. فالنهارده قلت اعمل ايه؟ الموضوع يبقى بسيط وسهل ومدخلين في حته بروتين برده كده عشان الاطفال وعشان تبقى القيمه الغذائيه عاليه. هنعمل ايه؟ تعالوا نروح هنعمل ايه في المنيو بتاعتي على الشاشه. معايا النهارده مسقعه باللحمه المفرومه، ومعايا بطاطس مهروسه بالدقه وبدنجان مخلل. يبقى طاجن، هعمل طاجن مسقعه باللحمه المفرومه، ومعايا بطاطس مهروسه بالدقه، ومعايا بدنجان مخلل. ناخد كده مقادير المسقعه لان احنا فيها كذا خطوه. يبقى انا معايا مسقعه، معايا بدنجان رومي، ومعايا فلفل الوان وفلفل حار وطماطم وصلصه وبصل وثوم ومكعب مرق وربع لحمه مفرومه، ملح وفلفل وكمون وبهارات. تمام، يبقى هنبتدي بالطاجن، البدنجان الرومي والفلفل الالوان، فلفل حار، طماطم، صلصه وبصل وثوم وكعب مرق، ربع كيلو لحمه مفروم، ملح وفلفل وكمون وبهارات. تمام، يلا بقى تعالوا لي عشان نتكلم شويه. طبعا انا مدخله فيها ربع كيلو لحمه، ممكن تدخلي لو عندك فراخ مفرومه كنت جايبه بتعملي كفته فراخ ممكن تعمليها، ممكن تعمليها من غير اي بروتين. هي القيمه الغذائيه اللي موجوده في البدنجان كافيه جدا ان هي تبقى وجبه حلوه. انا النهارده هعمل المسقعه بطريقه جدتي القديمه اللي هي المسقعه، ماشي، لان المسقعه دخل عليها كده حاجات كتير، بشاميل ومش عارفه ايه وموتزاريلا بتغير الطعم وكده، بس انا هعملها مسقعه النهارده. انا هنا حمرت قبل الهوا حبه بدنجان عشان مش هنلحق، وقلت احمر البدنجانه الاخيره معاكم. باخد هنا اسفل البدنجانه ديت دايما بتبقى مره نستغنى عنها، عامله حركه مخليه طبعا القشره، لان يا جماعه ما تقشريش البدنجان لان القشره دي فيها حاجات مفيده جدا. عايزه تحمريها كلها بالبدنجان بالقشره بتاعتها انا معاكي برده، بس حركات بقى وكده، فقلت ايه اخد حته كده ايه منها واخليها بالشكل اللي انتم شايفينه ده. الزيت بتاعي على النار، انا مش بحب السلايس لا يبقى تخين قوي ولا يبقى رفيع قوي بحيث ان هي ما تتهريش مني، بالذات لما بعملها طاجن ما تبقاش مهريه، ابقى حاسه بالسلايس، وما تبقاش تخينه قوي بحيث ان الصلصه تدخل جوه طعمها وتبقى حلوه. لكن لو انا هعمل مسقعه في الحله ماشي ومش هدخل فرن، انا بحب بقى ارفعها شويه السلايس بتاعتها. علشان ايه؟ اقول لك علشان ايه، عشان تبقى مهريه تبقى حلوه، يعني انا بحبها كمان كده. تمام، حمره بقى كده. انا حاطه بقى في الفلفل فلفل الوان وحاطه فلفل حار، مش هقطع الفلفل الحار، هخليه صحيح زي ما هو، هاخد التست بتاعه واحط شكله جرنيشن معايا على وش البايركس او الطاجن اللي انا هعمل فيه. انا هنا بسلق البطاطس بتاعه الطبق اللي بعد كده. برده في حاجه عايزه اقول لكم عليها، انا هعمل دقه واحده بس، هخلي بيها البدنجان وهتبل بيها البطاطس. الدقه اللي انا دايما لما بعمل فيها بعمل الدقه دايما اقول لكم دي تبقى كويسه للسمك وكويسه للسلطه وكويسه لحاجات كتير هنعملها النهارده. انا بسلق البطاطس، هتكلم على البطاطس بس عشان ما انساش، انا بسلق البطاطس مكعبات زي ما انتم شايفين. تمام، وحاطه معاها فصين ثوم صحاح زي ما هي صحاح مش مدقوق. تمام، ابتدي اجهز بس الفلفل. قبل ما اجهز الفلفل نعمل خطوه ثانيه عشان ايه ننجز. هجيب الكبه بتاعتي وهبتدي الثوم البصل الاول افرمه، هناخد منه لتعصيج اللحمه وهناخد منه للتسبيكه بتاعه ايه بتاعه المسقعه للطماطم يعني. فنعمل كده مره واحده البصل، والبصل يعني المسقعه بتحب البصل، يعني انت لما تعملي البصل يبقى حبه محترمين كده والثوم حبه حلوين برضو، انت هتحسي بطعم حلو. فكتروا البصل في المسقعه هيديكي تيست كويس قوي. فانا هعمل ايه بقى؟ هشتغل للمسقعه وللصلصه وللعصاج بتاع المسقعه. تمام،
ننعمه. شايك نبص بص حلو قوي كده ماشي، كان ده على جنب ونروح هناك بقى كده، وابتدي احط طاسه عشان التعصيج بتاع اللحمه. هتاخد دي هناك كده، هشتغل بدي هنا، احط حبه زيت وهحط معلقه سمنه عشان اللحمه. تمام، يبقى كده حبه زيت، وممكن تعمليها بالزيت بس كمان ما فيش مشكله خالص، بس حبه زيت مع معلقه سمنه. وطبعا لو انت عندك لحمه متعصجه جاهزه هيبقى افضل واضل، يعني افضل حلو، هتبقى حلوه جدا وهتوفري على نفسك مجهود التعصيب. عصجي كده كل اسبوع حبه لحمه، هتنفعك في البشاميل، هتنفعك في حاجات كتير. تسخن بس كده، وابتدي اضيف البصله، اجهز التومه. والتومه اللي انا هعملها هقسمها على نصين. ليه؟ اقول لك ليه. لان انا هحط العصاج منها، بس هحطها نيه، وهحط منها في التسبيكه بتاعه المسقعه. انا زي ما قلت هي روح المسقعه الثوم والبصل والكمون، مهم جدا. يعني في ناس ساعات بقابلها تقول لك المسقعه طب بتعملي ايه، طب بتحط لها ايه، ما بتقولش من ضمن التوابل خالص الكمون. فالكمون حاجه اساسيه في المسقعه. طبعا عينك بقى على البدنجان كده، عشان كده انا حمرت حبه حلوين قبل الهوا. بس هروح ابص بصه واجي اكمل. ممكن كمان نضيف، بس دي بقى ايه، دي اختياريه مش كل الناس بتحبها، بس برضو طعمها حلو قوي. بتضيفي حبتين بطاطس مثلا، بتقطعيهم سلايس وبتحمريهم وبتحطيهم اسفل البايركس او الطاجن. انتوا مش متخيلين طعم البطاطس مع الفلفل مع التسبيكه بتاعت المسقعه دي بتبقى تحفه ازاي. البدنجان انا عن نفسي الحمد لله بيشرب، ما بيشربش الزيت اللي هو بيبقى زيت اوفر فيه، لا الدنيا بتبقى كويسه. مش بحطه لا في ميه ولا في ملح ولا في اي حاجه، بس الماده الدهنيه تبقى مقدوحه كويس. تمام، ابتدي هنا كده حبه بصل زي ما انتم شايفين محترمين على النار. فممكن بتضيفي البطاطس بتدي تيست حلو قوي 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 يعني، بس انا ما حطيتش النهارده معايا. وزي ما قلت احنا ممكن نعمل الخطوات ونبعد خالص عن الخطوه بتاعه اللحمه، ما نضيفش لحمه كمان، هتبقى حلوه وهتبقى مفيده وهيبقى طعمها حلو قوي. واحنا زمان يعني انا دايما بقول الحاجات اللي اتربينا عليها زمان دي بتبقى حلوه برده. المسقعه هي المسقعه في حله، بس احنا بنحب نطور ونجدد ونجدد عشان الولاد ما يزهقوش كمان من الاكل. احنا كلنا عاملين لاولادنا حوارات عشان ايه، يبتدوا ياكلوا اكل صحي كويس. انا هنا كده خلصت التوم، اجيب بس جلافز تاني ونكمل مع بعض. طبعا كلنا احنا قلنا كذا مره القيمه الغذائيه للبدنجان، البدنجان مفيد جدا لتقويه المناعه ومفيد جدا في للحديد. كلي ني، يعني ساعات بيبقى بتلاقي بدنجانه مسكره، قطعي منها وانت بتقطعيها دوقيها وكليها نيه، هتبقى حلوه جدا. ممكن كمان في طريقه للتعصيب كمان اخف كمان من دي، بتبتدي تسخني الطاسه بتاعتك اللي هي ما فيهاش حاجه، يعني من نوعيات اللي هي منعه للالتصاق، وتحطي اللحمه عليها وهي سخنه، تبتدي تغير لونها، وتنزلي بعد كده بالبصله المبشوره بتاعتك. يبقى كده انت ما حطيتيش اي دهون واستفدتي بالدهون اللي في اللحمه بس، دي كده اخف كمان. تمام، احنا كده شغالين تمام. اجيب بقى ايه الهوك الثانيه ديت ونبتدي نعمل التسبيكه بتاعه المسقعه. خلاط، ونبتدي ايه، اربع حبات طماطم كفايه جدا وكويس قوي. سكينه، بدور على سكينه. ماشي، ناخدهم كده، لازم نركز في الحته دي، ساعات بيبقى فيها دوب زي المشمش، فانت شايفه شكلها كويس بس ممكن تبقى كده، فانت دايما دايما تشيليها عشان لو في حاجه تحت هتبان. زي ما انتم شايفين
طماطمايه اهيت ما فيهاش اي حاجه. فركزي في الحاجات الصغيره ديت لانها زي المشمشه. انا اتكلمت في طبعا كنت معاكم امبارح والنهارده ماشي، اتكلمنا في حوار المشمش. حبه ميه بحرك بس الخلاط معايا ونبص على البدنجان. دايما لما تبقي فاتحه كذا عين ركزي وما تنسيش وما تس يعني ما تخليش تفكيرك كده تقولي لا هلحق، لا خلي بالك هي البصله هي بدات تحمر مني وانا ما كنتش واخده بالي عشان عماله اتكلم مع الطماطم. البدنجان كمان في منه احمر، ما تغمقيش البدنجان علشان ما يمررش، يعني خليه فاتح بيبقى مسكر اكتر. هي نقلب بقى الباقي، لا نسيبه شويه لسه، هي واحده بس اللي الدنيا ظبطت فيها دي كمان كويسه. تمام، عينك تبقي مركزه. البصله هي كده تمام. يلا اجيب اللحمه بتاعتي، ربع كيلو، ربع كيلو لحمه. تمام، احط اللحمه بتاعتي. هنسيبها شويه كده مش هنقلب فيها اي حاجه غير بس البصله كده، سيبها تنزل السوائل اللي فيها وابتدي بعد كده اقلب بقى براحتي. احط لها بقى ايه البهارات بتاعتها. انا هحط لها فلفل اسود طبعا، وهنحط بهارات لحمه عشان زفاره اللحمه، يعني انتوا عارفين اي حاجه بروتين بيبقى فيها زفاره. احط مكعب مرق، واللي متابعني عارف ان انا دايما بقول مكعب المرق، انا مش بستخدمه، انا بستخدمه زيه زي اي نوع توابل بيديني تيست كويس مش اكتر. في ناس ما بتحبش تستخدمه ليهم كل احترام وصح برضه، مش غلط كده. الدنيا كده تمام. للباذنجان عارفين بقى الطبق كده، اقول لك بقى تعالي اقول لك على طريقتين. الدقه اللي انا هعملها دلوقتي ممكن تاخديها نيه زي ما هي نيه، بتزودي حبه خل وتبتدي ترشي فوقيها ماشي. تعالي برضو اقول لك على حاجه تانية، انت عارفه ان انت ممكن تومه في معلقه زيت وتطشيها زي طشه الفته وتحطيها على الباذنجان، ما اقدرش اقول لكم بيبقى تحفه ازاي. نريح شويه معدتنا الايام دي يا جماعه، احنا داخلين على عيد وفته وحركات ولحمه وكده، فعشان المعده تبقى الدنيا مظبوطه ويبقى في اشتياق للاكل. زي بالظبط لما كنا شغالين قبل رمضان، الدنيا كنا مهديينها قبل رمضان برضو باسبوع 10 ايام بس، ايه معدتك ارتاحت تشتاقي للاكل والدنيا ايه تبقى مظبوطه، ومدخلين بروتين فيها برضو. فالبدنجان ليه كذا طريقه، حاجه ممتعه اكل البدنجان ديت. عايزين نعملها بالبشاميل، نفس الخطوات اللي انا بعملها ديت، وهتعملي بشاميل عادي. كل كيلو حليب للمسقعه انا بتقل البشاميل شويه عكس المكرونه المسقعه والكوسه بالبشاميل، البدنجان بتاعهم لازم يبقى البشاميل بتاعهم لازم يبقى تقيل شويه. تمام، فالكيلو بحط له 3 معالق تقريبا. عايزه تحطي كريمه لباني حطي ربع كوبايه، ما عندكيش عندك لبن باودر حطي معلقتين مع الدقيق واشتغلي بيهم. ما فيش لا ده ولا ده، عندك مثلثات جبنه حطي مثلث مع كوبايات الجبنه المطبوخه حطي معلقتين، كل ده بيحسن التست وبيخليه كويس. وابتدي اعملي نفس الخطوات اللي انا هعملها، وفوق الوش البشاميل والجبنه الموتزاريلا، وبقت مسقعه بالبشاميل. ابتدي اقلب بقى اللحمه كده. وتحاولي بقى تفكي الكلاكيع اللي هي بتعملها اللحمه المفرومه. بس كده هديها شقشق ميه بسيط كده عشان اضمن ان هي استوت كويس. بس كده، بس مجرد ما هتشرب شقشق الميه لحمه مفرومه استوت على طول. انا هنا البطاطس بتاعتي خلاص هحطها على جنب، ولما هنقوم المقادير هنشتغل فيها. برضو البدنجان
انا ما قطعتش السبايسي، هاخد بس ريحته وشكله بس في التقديم مش اكتر، واعتمدت على الفلفل الالوان في التست، مخليه الدنيا واضحه كده، الاصفر اصفر باين وتقطيعه كويس. يلا بقى تعالوا نروح نعمل ايه، نعمل الصلصه. انا هنا الطماطم وريتك ازاي تشيل القمع بتاعها وتركزي وتبصي فيها كويس، لان ساعات بيبقى فيه دوده فيها، فخلي بالك من الحاجات ديت. يلا الطماطم نضربها، نديها ضربتين ثلاثه كده كويسين عشان تبقى الدنيا مظبوطه. شكرا جزيلا. يلا بقى كده نرجع هنا تاني، ارجع بقى بالصلصه بتاعتي، هاخد نصها للحمه عشان برضو اظبط اللحمه، هي مش مجرد بس كده ايه هنعصجها ونحطها. هتعملي ايه بقى تاني؟ يلا بقى تعالي اقول لك على سر من اسرار نجاح المسقعه حرفيا. يعني بنحط التومه نيه فيها، زي ما دايما ساعات بقول لكم كتير، التومه نيه مع البسله، التومه نيه مع الفاصوليا الخضراء المطبوخه، بتدي تيست وبتدي طعم حلو قوي. هنزل بحبه كمون عليها، وقلت ان المسقعه للي مش عارف روحها الكمون، المسقعه روحها الكمون، اهم نوع توابل فيها الكمون. يعني لو انا عاملاها من غير اي بروتين انا هعمل ايه؟ كمون وملح وبس، مش هحط اي حاجه. انا حطيت بهارات وحطيت فلفل اسود عشان انا عاملاها باللحمه، فلازم احيق الموضوع ده. ريحه التومه النيه عليها كمان تحفه جدا، يعني هي تتاكل كده لوحدها. فاحنا قلنا دلوقتي ايه، في حاجتين لغايه دلوقتي قلناهم سر من اسرار نجاح المسقعه، التومه النيه في اللحمه والكمون. مهم جدا ان انت كتري البصلايه في التسبيكه والتومه، يعني انتوا زي ما شايفين عامله بصلايه كتيره كبيره، حوالي اربع فصوص توم كبار برضو. حط لها بس قليل من الملح، انا حاطه مكعب مرق بس قليل من الملح كده، ما تكتريش الملح بتاعك. تمام، هي كده بقت زي الفل. يلا بقى الهوك بتاعتي احط فيها زيت. حاولي دايما في المسقعه خليكي يعني الامور تبقى بالراحه في الزيت وكلام من ده، لان انت عندك انت معصجه لحمه بماده دهنيه ومحمره البتنجان شارب ماده دهنيه، فيعني اعتدلي في الزيوت. حسيتي عصقتي لحمه وكان الفات فيها كتير، الدهون فيها كتير، تعملي ايه؟ تحطيها في مصفى سلك، ماشي، مصفى سلك كده او في مصافي الاكبر اللي عندنا في البيت، وسيبيها. هتلاقي الفات كله اللي فيها نزل، سواء ماده دهنيه كانت زياده منك، تمام، او دهون في اللحمه ذات نفسها. نحط بقى البصله، احنا قلنا ايه، نحط بصلايه يعني محترمه كده عشان هو ده اللي بيدي التست الجامد. وناخد بالنا من مين؟ من الفلفل عشان نطلعه. هجيب كده منديل مطبخ واحطه في البوله اللي انا كنت مقطعه فيها. ودايما ساعات بقول لكم كده تكات يا رب تاخدوا بالكم منها، المواعين ما توسخيش مواعين كتير، ايدك في كل اللي بتعمليه. احنا مش مجرد بس جايين في البرنامج نقول لك وصفات، لا، احنا عايزينكم تقفوا في المطبخ تنجزي وتطلعي في اقل وقت واقل مجهود. بنحاول نوصل لكم المعلومه بكذا طريقه ونقول لكم بدائل، بنسهل على كل ست بيت الوقفه المطبخ. تمام كده، تمام قوي. احنا ننتخب دي بقى كده، شكرا 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 للزيت. تمام، نحطها جنب اخواتها هنا ونبتدي نكمل بقيه التسبيكه بتاعتي. هنحمرها شويه طبعا، وعبال ما نحمرها بقى ايه رايكم ايه، نصفي الطماطم. هصفي الطماطم حالا بس لما تدخل على تحضير شويه. في ناس كمان في بعض البيوت، يعني انتوا عارفين ان الاكل بالذات المطبخ الشرقي عندنا مطبخ سهل وبسيط ومفهوش، يعني المطابخ الاخرى دايما بيبقى فيه حاجه بيرفكت ماشيين عليها، ما ينفعش نبدل حاجه بحاجه. احنا الدنيا عندنا سهله،
فأي حاجة بتحبيها هتعرفي تعمليها وهتوظفيها. فأنا بقى عشان واقفة بحمر في البصلة شوية، إيه رأيكم تطلعوا فاصل ومستنياكم؟ أهلا وسهلا. طبعا أنا هنا بقى إيه بقى؟ عمالة أحمر في البصلة، قليلة المادة الدهنية زي ما أنتم شايفين. البصلة بس بتلمع، مفيش أي دهون ظاهرة، وعشان كده ايدي فيها على طول عشان ما تتلسعش وتتحرق وتديني مراره وتبوظ لي الطبخه. يعني تبقى البصله هي اللي بوظت لك الطبخه. تمام، ادي يا ست الكل. تيجي اقرب بقى الثوم. طبعا مجرد ما نحط الثوم الدنيا الريحه بقى ما اقدرش اقول لكم. في ناس بتحب تعمل الصلصه بتاعه المسقعه بتعملها بثوم بس، تمام، بتبقى حلوه، بس صدقيني التست بتاع الثوم والبصل مع بعض احلى. في ناس بتعملها بتومه وتطشها بحبه خل وتنزل بعد كده بالطماطم تتسبك، ماشي. زي قبل الفاصل قلت احنا المطبخ الشرقي بتاعنا فيه مش تجويد، بس فيه افتكاسات كتيره تحت بند ان احنا ممكن بنبدل ايتم بايتم او نوع توابل بنوع تاني، فالدنيا براح شويه. تمام، لكن فهرجع بقى قبل الفاصل كنت بقول لكم مره اكلتها فيها سلايس كوسه محمره المسقعه، والله كان طعمها ظريف برده، ما كانش طعمها وحش. بس لما تيجوا بقى تدخلوا لي انا كده تسالوني يا كارول انت بتحبي المسقعه ازاي؟ انا بحب المسقعه اللي هي على الحله من فوق ديت، اللي هي من غير لحمه مفرومه، فهي اذواق، واحنا هنا عشان نرضي جميع الاذواق طبعا. عارفين كمان من الحاجات الحلوه قوي ومفيده، بس هي في ايام الحر دي تقيله شويه، بس غديهم بدري، يعني غديهم يوم جمعه عشان تضمني ان الكل موجود وفي البدري. فتت العدس حلوه، هي اكله شتويه بس الامر ما يسلمش، يعني ان احنا ممكن ناكلها في الصيف عادي، بس غديهم بدري، ما تجيش مثلا تغديهم بقى متاخر وتبقى متعبه. هي بس هتغلي وتتفاعل وهنبقى ايه شغالين. من بقيه الصلصه اللي عندي انا مخلياها ليها، كل المكونات الباقيه بقى ايه هنحطها فيها. بقيه الكمون تمام، ونسيبها بقى ايه تغلي. طبعا انا مش هحط مكعب مرق تاني لان انا حاطه فين؟ حاطه في اللحمه. عايزه تحطي براحتك، دي بتاعتك انت بقى. دي كده وابتدي انقلها على عين تانية. عصقت اللحمة زي ما انتم شايفين، حطيت لها معلقة صلصة وحطيت لها معلقة اكل تقريبا ثوم مهروس، تمام، وسبتها وزودت حبة الكمون والبدنجان عادي بدون لا مية ولا ملح، رشيته عليها وحطيته في مصفى ولا اي حاجة، والدنيا كويسة وتمام. طبعا لو انت هتحمري بدنجان وعايزاه يبقى كريسبي شويه زي ما انتم شايفين البدنجانه متحمره كويس، ما فيهاش حاجه، ما بتنزلش زيت كتير والدنيا كويسه. طبعا انا لو مطلعاه على منديل المطبخ ومش فوق بعضه كده هتلاقيه كريسبي، مجرد ما بتعرض زي بالظبط البصله اللي احنا بنحمرها للكشك للبصاره للكشري، لما بتبقى فوق بعضها كتير بتطرى، لكن انت افرديها في طبق واسع وحطيها تحتيها مناديل وافرديها عن بعض هتلاقيها بقت كريسبي. نفس الحوار في البدنجان، انا بس عشان حطها فوق بعضه فهو طري، لكن لو انت هتاكليه لوحده كده بالدقات اللي انا قلتها هتبقى حلوه قوي. ابتدي بقى اجيب جوانتي عشان ما نتزيتش، ونجيب البايركس اللي هنشتغل فيه ونقول بقى ايه هنعمل ايه. ناخد ايه؟ ناخد الكبير ده عشان لو اتفعلت جوه الفرن ما يبقاش فيها ايه مشكله. طبعا طاجن شغال، صينيه اي نوع شغال، هتعمليها في الحله من فوق باللحمه المفرومه برضو، هتقلبي اللحمه مع التسبيكه وتنزلي بالبدنجان بتاعك وتقفلي عليها وخلاص وبالف هنا وشفا. المسقعه عامله يا جماعه زي الباميه، يعني انت هتعملي مسقعه اعمليها من بدري وما تخليهاش على النار كتير واقفلي عليها، وقبل الاكل ابتدي ارجعي تاني افتحي عليها سخنيها.
انا هسيبها شويه كده، هاخد بس كده كبشه من تحت بس كده، خلي علينا القريبه ديت اوطى، وابتدي اخد بقى ايه البدنجان كده. هو واضح ان انا هتلسع، مش عارفه ليه، هخليها كده بعيد ادي كده براحتك بقى، ايه زي ما قلت في بايركس، في صينيه، في طاجن، الدنيا بتاعتك يعني. اهو كل الفراغات كده، كمان الصينيه او الطاجن لما تيجي تعمليه، لو عملتي الخطوه ديت من بالليل وبيتيها في التلاجه وصبحتي بقى قبل الاكل كده قمتي ايه مدخلاها الفرن شويه، شغل عالي جدا. ننزل بقى كده باللحمه عليها، وخلينا فاكرين ان احنا عاملين الصينيه دي كلها بربع كيلو لحمه، وزي ما انتم شايفين يعني مش مقللين، يعني هي لو هتبقى ازيد من كده مش هتبقى ظريفه، الاعتدال دايما في كل حاجه بيبقى كويس. اودي بقى دي هناك كده وارجع اعيد الخطوه دي تاني. ونكرر بقى. طبعا انت لو عاملاها بالبطاطس زي ما قلت انا قبل كده، بتحطي البطاطس دايما تحت بحيث ان هي افضل هتبقى تحت وهتشرب من الصوص بتاعها كويس. ناخد كده سبحان الله، يعني على قدها بالظبط. دايما ربنا بيسترها معايا حتى في البيت، لما مثلا عامله خلطه محشي وزاد حاجه تلاقي بالظبط. عايزه اقول لكم برده حاجه، مش فاكره انا قلتها لكم قبل كده ولا لا، بس نقولها تاني. لما تيجي تعملي خلطه المحشي، اكبر غلط ان انت تحطي الخضره على النار. ساعات في اسمع ان في طرق بتقول ان انت بيحطوا الخضره على الصلصه ويرجعوا يحطوا الرز. غلط، بيحطوا الرز ويشوحوا ويقلبوه شويه ويحطوا الخضره ويقلبوها تقلبتين ويقفلوا، برضو غلط. الخضرة دايما خليها لوحدها، اغسليها كويس قبل التقطيع وارجعي اغسليها غسلة تاني بعد التقطيع وفي مصفى وخليها، وابتدي بعد كده اعملي التسبيكة بتاعتك، سواء نيف ني، سواء متسبكة، سواء محمرة البصل ومسبكة، يعني anyway بأي طريقة انت بتعملي بيها التسبيكة بتاعتك. وتبتدي بعد كده تاخدي المقدار اللي انت هتحشي بيه وتحطي الخضرة عليه، كده هتفضل عندك الخضرة زي ما هي ما لونها وريحتها وهتبقى كويسه جدا. فعشان تستفيدي منها لازم تعملي كده. يلا بقى انا كده خلصت، احط بقى الصلصه فيها وهوديها الفرن، وانتوا هتروحوا فاصل وجوين ان شاء الله. فاصل ومستنياكم. سايق الفرن مره تانية، احنا بلبس جوانتي بقى كده. وايه رايكم بقى ناخد ايه؟ هنقول مقادير حاجتين ورا بعض، هنقول البطاطس بالدقه المهروسه، وهنقول الباذنجان المخلل لان هي الدقه مشتركه ما بينهم هما الاثنين. فننزل بقى بمقادير اي حاجه فيهم والاثنين ورا بعض على طول هنقوله. تمام، اكله كده جميله النهارده، بطاطس مهروسه بالدقه. معايا بطاطس ومعايا فلفل اخضر حار، ومعايا بقدونس وثوم وملح وكمون وكزبره وشطه وخل وليمون وزيت زيتون. تمام، يبقى البطاطس فلفل اخضر وبقدونس وثوم وملح وكمون وكزبره وشطه وخل وليمون وزيت زيتون. تمام، يلا ناخد بقى معاها كمان الباذنجان المخلل لان احنا في علاقه ما بينهم في الشغل بقى النهارده. معايا باذنجان عروس ومعايا خل وثوم وليمون وملح وكمون وكزبره وشطه برده. تمام، يلا نرجع بقى تاني كده ونسمي الله ونشوف هنعمل ايه. انا معايا البطاطس انا سلقتها وعملت ايه، حطيت فيها فصين ثوم صحاح. تمام كده، هقلبهم كده هنا. البطاطس حلوه قوي الايام ديت، رغم ان هي يعني انا كل البطاطس حتى اللي بجيبها تحمير جميله جدا الفتره ديت، انا يعني افتريت عليها في السلق فالدنيا هتبقى كويسه. اهو زي ما انتم شايفين الثوم صحيح اهوت فيها، بس بقى تعالوا نسيبها هي كده شويه ونروح نشوف ايه موضوع الدقه ده. ايه موضوع الدقه؟ الدقه ديت بقى عباره عن ايه؟ معاكي ثوم كده ومعاكي شطه
ومعاكي كمون محترم كده، حبة حلوين وحبة كزبرة وحبة خل محترمين برضو. تمام، نحط ده. نبتدي بقى نعمل ايه، نعصر شوية ليمون محترمين برضو، وفي ليمونة منهم هنحطها زي ما هي بقشرها، ناخد التست بتاعها هيبقى كويس. وانا الزيت هنا حطاه على النار عشان الفلفل بتاعي احمره، نعصر كده. والليمون برضو الايام دي حلو، هو الفاكهه الايام ديت والخضار حلوين. الفاصوليا الخضراء يا جماعه حلوه جدا في السوق برضو الفتره ديت، الباميه موجوده. ف نطبخ بقى الاكل اللي موجود حلو. الخضار ده الفاصوليا حلوه قوي الايام ديت، زي ما قلت دخليها في حاجات كتير، اعملي تورلي اطبخيها لوحدها. تمام، وهبتدي اجيب سكينه وهحط الليمونه ديت زي ما هي كده عليها. يلا بقى المشكله كلها بقى ناخد بقى في الفلايه، يعني انا حطاها بس حفظا لماء الوجه بس. ماشي، الرومي ديت انتوا عارفين ان انا دايما اقول لكم مشكله لبس الجلافزات ومش عارفه ايه، بس مع حاجه زي ديت لازم تلبسي جوانتي انت كمان عشان السبايسي هيبقى اوفر. يعني قرنين فلفل حمر كده، برغم ان انا حاطه شطه بس برضو حطيت فلفل. نركن بقى كل الحوار ده كده على جنب واجي لكم نشوف هنعمل ايه. عندك برضو الطاسه اهي عشان نحمر بقى ايه البدنجان العروس، فعشان كده انا قلت لكم ايه هما مرتبطين ببعض. انا هنا قطعت القمع بتاعه وقطعت من تحت وفتحه الفتحه ديت في كله. تمام، عارفين بتضمني ان هي مستويه، الحته تحت ساعات دي بتبقى مره فبتبوظ لك الطعم كله. في عندي بقى ايه كم قرن احمر كده، هو اللي بيحب سبايسي هيبقى مبسوط مني، واللي ما بيحبش الاكل سبايسي هيقول لك ده جنان، بس هو فعلا حلو يا جماعه والله. يلا نروح بقى هناك كده، وخلي بالك خلي بالك انا مش هحط الفلفل دلوقتي عشان ما يتحرقش، هحطه ايه مع لما احس ان الباذنجان قرب يخلص. افتح عين كده، وعندي اقتراح افضل، انا ممكن اتاخد ده قدام واشتغل على العين التانية كده. انا ضفتها بدون اي ماده دهنيه لان انا هحط زيت الزيتون في الاخر. البطاطس المهروسه العاديه ديت اللي احنا خلي، يعني هي مش بوريه فلازم خلي فيها قطع كده بطاطس تبقي حاسه بيها. وانتوا عارفين ان في كمان طريقه ان احنا بتسلقيها سلايس كده رفيعه قوي 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 وما بتطحنيهاش كده زي ما انا بعمل، يعني ما بتهرسيهاش كده بتفضل زي ما هي. تمام، ريحه الفص الثوم اصلا انت عارفه لو حطيتي حبه ملح وكمون عليها كده بدون اي دقه، الفصين الثوم وهما بيسلقوا معاها تحفه. عارفين بقى البطاطس دي بتبقى حلوه بقى كمان مع ايه، قرص طعميه كده والبتنجان بتبقى حكايه. ادي زيت الزيتون هحطه عليها، اقلبها تقلبتين وهتاخرها بس لغايه ما اخلص خطوة ايه الكبة بتاعة الخلطة. نسيت احط ملح، احط ملح كده. انا زي ما قلت انا هتبل ايه، هتبل بيها البدنجان وهتبل بيها البطاطس. طبعا الفلفل الاحمر في الدقه دي بيبقى حلو، مفيش فلفل احمر لان ساعات ما بيبقاش موجود في السوق، حطي حته فلفل رومي احمر عشان تاخدي الشيفت بتاع الشكل اللي احنا عايزينه. شيك كده تشيكه كده، كمان ضربتين كده. دخت مريحه كده، اللي بيتفرج عليا ولسه ما عملش التتبيله بتاعتي دي بالطريقه دي فايته كتير والله. انا دايما بقول ايه اعملوها وعينوها في برطمانات، بقعد اهري انا في الموضوع ده كتير.
الباذنجان بقى تبتدي تاخدي يمين وشمال كده. خلي بالك دايما وانت بتحمري، خليها دايما من عين تبقى بعيده عنك شويه علشان ايه، والفلفل بالذات ممكن كمان تغطي الصينيه اللي بتحمري بيها، فدايما خليكي حريصه مع الزيوت. تمام تمام انا حطيت زيت الزيتون على البطاطس كده، خير بس شويه وابتدي اخد بقى ايه التحفه دي. غيرت لونها على طول، الخل والحاجات الجامده دي بتدي ريحه تحفه وطعم اجمل. اخر بقى كده واخدها، وزي ما قلت هنحط البقدونس اخر حاجه فيها. ادور على السكينه بتاعتي، ماشي اخر حاجه حبه بقدونس بقى كده حلوين، نقطعهم عليها. مش مجرد بس عشان الشكل، عشان القيمه الغذائيه كمان. تمام والطبق كده ده خلص. حلو بقى في فطار يوم جمعه وعامله لهم فول ومحمره لهم طعميه وبيض، حلو في عشاء، حلو في غدا. فهو طبق حلو خفيف واقتصادي. بس كده نجيب بقى طبق كده ونغرفه ونركز مع الفلفل. انا خايفه البركه واخده جنب كده من الطاسه، الحركه بتاعت فتحه البدنجانه ديت من الجنب عامله بالظبط كده عشان التتبيله تبقى حلوه والتحمير يبقى كويس. نحطه في ايه بقى؟ نحطه هنا نجيب جايه كده. سلام. ممكن كمان كام سلايس ليمون كده، لان احنا كده كده حاطين فيها ليمون وخل، ويبقى كده طبق سريع جدا واقتصادي وطعمه تحفه وكان سهل في اعداده. يعني الباذنجان برضو قرب يخلص، واوعي تنسي المسقعه، اوعي تنسي المسقعه، اوعي الباذنجان العروس ناسيك المسقعه. نجيب بس طبق كده اطلع فيه الباذنجان، واروح اشوف المسقعه حالا. انا مش عارفه، انا حاسه ان انا اطفي افضل. شكرا، احنا مش محتاجينك تاني. خلينا دي اسرع. الباذنجان مستوي كويس جدا عشان مفتوح. شيليه. طبعا هو في ناس ساعات بتكسل تخلل تحت بند لسه هعمل ثوم ومش عارفه ايه، الخلطه دي هتبقى جاهزه عندك تستخدميها في كذا حاجه. وقلت قبل كده في اول الحلقه لو تفتكروا الباذنجان، طبق الباذنجان الجامد اللي انا كنت محمراه ده، لو خدتي بالخلطه الدقه بتاعتي دي وزودتيها حبه خل وبصاج جدا وحطيتي فوق الوش فوق الباذنجان ده هتبقى تحفه. بس اروح ابص على المسقعه واجي اكمل تخليل البتنجان العروس. انا كان نفسي تشوفه ويبقى فيه خاصيه ايه الريحه كمان، كانت هتفرق معايا انا شخصيا. نجيب بقى الطبق ده كده واجيب معلقه
واجي لكم بقى. انا هيبقى معايا وقت قد ايه؟ طيب خلي بالك بقى عشان بصوا سخن نار. عايزه كمان نحط معاها بقدونس او كزبره، تمام هيبقى حلو برضو. سخنه جدا. فايه انا اتحايل على الموقف وافتحها واخليها مع اخواتها، وبعد كده ايه نرصها في الطبق. تمام. بحس ان انت محتاج عيش وتاكل البتنجان ده لوحده. ممكن كمان للناس اللي مش عايزه تحمير نسلقه، وناس كتير قوي فينا بتحبه مسلوق. تعرفين هو بيبقى حلو مسلوق مع الكوسه، الكوسه المطبوخه بيبقى حلو جدا المسلوق معاها، بس بنسلقه بالقمع بتاعه، ما بنفتحوش ولا اي حاجه، بتغسليها كويس وبتسلقيه، ومجرد ما بتحس ان هو تمام في مصفى يتصفى وتفتحي بقى بالسكينه بتاعتك وتبتدي تشتغلي فيه بنفس التتبيله، تعصري عليه حبه ليمون محترمين كده، بيبقى تحفه بقى وبيبقى خف. تحت بند ان ده بزيوت التاني مسلوق. هعمل ايه بقى؟ هعمل كده عشان هو مجرد ما هنوصل عليه دلوقتي ليمون وحاجات جامده من الحاجات ديت. تمام كده بقى. في ليمونتين كده، ممكن نعمل كده برضو، نعمل كده مش هنرمي حاجة احنا جهزنا بيها النهاردة. ويبقى ده احلى طبق بتنجان عروس مخلل، يعني يشهي فعلا ويفتح النفس. انا معايا وقت قد ايه بقى؟ طب انا اسيبها شويه كده وابتدي. جايلي سؤال بيقول طريقه البطاطس الجريتان، تمام نقولها بسرعه. ليها كذا طريقه مبسطه وتقيله وكده، انا هقول لكم اسهل طريقه اللي انا بحب اشتغل بيها. انا بجيب البطاطس، البطاطس بتبقى سمكها مش كبيره زي المطبوخه ومش شيبسي، ما بين الاثنين. بقطعها سلايس، باخدها نص سلقه على النار، تمام كده. ابتدي اجيب ماده دهنيه، طبعا لو حته زبده هيبقى حلو جدا، وابتدي انزل بالبطاطس وانزل ببشر بصلايه ناعم جدا عليها مع فصين ثوم، واشوحهم كلهم مع بعض. اركنيها على جنب. ابتدي اعملي الكريمه او البشاميل بتاعها، معلقتين دقيق على كيلو حليب وكريمه لباني، عايزه تحطي مفيش ادنى مشكله حطي معاها كريمه لباني. هاتي الصينيه وانزلي بالبطاطس بتاعتك اللي واخداها سوتيه مع بصل وثوم، والبشاميل بتاعك جهز بتحطيه، وبتحطي اي نوع جبنه عندك، موتزاريلا بقى، رومي، شيد، اللي عندك حطيه، بس نكتر شويه وندخلها الفرن. دي ابسط طريقه للبطاطس الجريتان. عندك بقى بواقي فراخ حطيها معاها. عندي ما عندكيش بواقي فراخ وعايزه تضيفي لها بروتين، قطعي سلايس، هاتي سلايس البانيه او الصدور، وتبتدي بعد كده تحطيها معاها لو هي مستويه وتشوحيها معاها وتحطيها، يبقى هتبقى القيمه الغذائيه اعلى. دي ابسط طريقه للبطاطس الجريتان. ما اروح بص على المسقعه واجي لكم تاني. يعني احنا ندعي كده انا اروح واجي بسلام بالبايركس السخن جامد جدا ده. لا بس انا مش هجازف، هحطه على صاجة واجي ايه بيه. تمام. يعني هو بيتحدث عن نفسه، شايفين التكتك ديت تحفة. الحمد لله كده المسقعة بتاعتي
الجامده القلبه ريحه الاستوديو ديت. تمام، خلصت ماشي وبطريقه بسيطه وكويسه جدا، ووجبه كده ايه حرشه زي ما بيقولوا. البطاطس حلوه قوي، جربوها بالطريقه ديت هتفرق. وحطي فيها، اوعي تنسي تحطي فيها فصين ثوم صحاح يسلقوا معاها. مش عايزه تعملي الخطوه الثقيله بتاعت الثوم والخل والحاجات ديت اللي انا عملتها، التتبيله بتاعتي ديت. ابتدي ملح وكمون وبس، وخلص الحوار. وطبعا باذنجان العروس بتاعنا غني عن التعريف، حاجه تحفه جدا. يوم اقتصادي وبسيط وسهل، خفيف شويه عشان العيد الاضحى داخل والدنيا هتبقى بايظه خالص، فنظبط من دلوقتي. سعيده بيكم النهارده، كنت معاكم كارول، والسلام عليكم.